الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أيها السادة الكرام، استمرارا في دروس علوم القرآن الكريم، اليوم سنأخذ مصادر التفسير ومدارسه وطبقاته وكتبه. الأسبوع الماضي نحن أخذنا التعريف بالتفسير، وذكرنا أقسام التفسير، وذكرنا ما الذي يجوز منه وما الذي لا يجوز، وأيضا ذكرنا الضوابط لكل قسم من أقسام التفسير. الآن سنأخذ مصادر التفسير وفق الشرائح التالية إن شاء الله. سنختصر اليوم لأننا اليوم يعني يوجد حضرة جوال في وقت متأخر، ولذلك يعني جئنا في وقت لم نكن يعني على علم مسبق به، لكن تم الترتيب مع المنسب. الحصيلة التعليمية: سيدرك الطلبة بعد دراسة هذا الموضوع شروط المفسر لكتاب الله تعالى. ما هي هذه الشروط؟ لكل علم شروط، ولذلك التفسير هو من أهم العلوم على الإطلاق. ولذلك ما هي شروط المفسر؟ هل كل من هب ودب ويريد أن يخوض في علم التفسير في كلام الله سبحانه وتعالى يحق له ذلك أم لا؟ وكذلك الآداب، ما هي آداب المفسر الذي يحق له أن يكون مفسرا؟ ما هي هذه الآداب؟ التفسير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سنتعرف عليه كيف كان، وفي عهد الصحابة والتابعين وبداية عصر التدوين، مع ذكر طبقات المفسرين لكل مرحلة من المراحل. ثم نتعرف على أبرز كتب التفسير بالمأثور وأبرز كتب التفسير بالرأي. الأسبوع الماضي كان أو المحاضرة السابقة كان هنالك واجب يتعلق بالتفسير الإشاري. أتمنى من الجميع الذين أرسلوا الواجب أن يرسله إلى الأستاذ أحمد، وإن شاء الله سننظر يعني كيف كان. القرآن الكريم لا ينضب معينه بمرور الزمان وكر الدهور، يعني فهو يعني صالح لكل زمان ومكان. العلم ليس حكرا على الرجال دون النساء، فهنالك نساء برزت وكان لها دور بارز في التفسير وفي علوم القرآن. فقد ساهمت النساء منذ فجر الإسلام في إثراء المكتبة الإسلامية بأفكارهن ومؤلفاتهن في مختلف الميادين. لو ذكرنا من ذلك قلنا التفسير البياني لعائشة بنت عبد الرحمن أو الملقبة ببنت الشاطر. شروط المفسر: مقدمة بسيطة، يقول البحث العلمي النزيه أساس المعرفة الحقة التي تعود على طلابها بالنفع، وثمرته من أشهى الأكل لغذاء الفكر وتنمية العقل. لذلك فإن تهيئ أسبابه لأي باحث أمر له اعتباره في نضج ثماره ودنو قطوفه. والبحث في العلوم الشرعية عامة وفي التفسير خاصة، أنك تفسر كلام الله سبحانه وتعالى، ما الذي يريده الله سبحانه وتعالى، ماذا فهمت من هذه الآية. قال: من أهم ما يجب الاعتناء به والتعرف على شروطه وآدابه حتى يصفو مشربه ويحفظ روعة الوحي وجلاله. ولذلك ذكر العلماء الأجلاء مجموعة من الشروط. مثلا لمن أراد أن يفسر كلام الله سبحانه وتعالى، أولا صحة الاعتقاد، فإن العقيدة لها أثرها في نفس صاحبها. فإذا صنف أحدهم كتابا في التفسير أول الآيات التي تخالف عقيدته، ولذلك التفسير صاحب التفسير الاعتزالي سيفسر القرآن لينتصر لعقيدة ذلك المذهب، أو صاحب المذهب الشيعي سيفسر القرآن الكريم ويحاول أن يلوي نصوص الآيات حتى تتناسب مع عقيدته أو مع مذهبه وهكذا. فلذلك لابد من صحة الاعتقاد، وأن يكون هذا الاعتقاد صحيحا سليما بالله وبالملائكة وبالرسل وبالكتب وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره، أن يكون إيمانه إيمانا صادقا إيمانا صحيحا ما أجمعت عليه الأمة، يحتكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى تفاسير الصحابة رضوان الله عليهم الذين عايشوا الوحي، ويرجع إلى لغة العرب وما أجمعت عليه الأمة وهكذا، وأن لا يجتهد في مكان يوجد فيه نص.
فلذلك لابد من صحة الاعتقاد. وهنالك نقطة بسيطة في هذا الموضوع، كأن أحد الطلبة الكرام حفظهم الله كأنه تقدم للأكاديمية يقول أن هنالك يا أهل الأكاديمية سمعنا أنكم تدرسون مذهب أهل السنة والجماعة، ولكن فوجئنا أن هنالك أستاذ من اليمن شيعي. من هو؟ قال هو الدكتور هود. قلت عجيب، يعني كيف فهم أني شيعي ومن أين صنفني هذا التصنيف العجيب الغريب؟ وأين ذهب يبحث عن من أين حصل على هذه يعني على هذه الرؤية العجيبة؟ على العموم هو وجد منشور لأحد الإخوة في هيئة علماء فلسطين شاركه عن الإمام الحسين، أظنه قبل سنتين أو ثلاث سنوات أنا شاركته في الفيسبوك، فاكتشف أن عقيدتي شيعي. قلت سبحان مقلب القلوب، يعني أحد الطلبة في الأكاديمية لدينا. نعم في الأكاديمية، هو أرسلها للدكتور ياسر رئيس الأكاديمية، فأنا قلت سبحان الله. ولذلك أيها الشباب لابد أن طالب العلم أن يحرص أن يكون يعني دقيق في ألفاظه، إضافة إلى أنه المسألة يعني واضحة، كيف يمكن أنك تتهم شخص ترميه رجما بالغيب؟ الآن معك سنة كاملة أو سنة ونص وأنا أدرسك وفجأة تتهم أستاذك أنه شيء، يعني يجب عليكم أن تتحروا، أن تتبينوا، أن تصيبوا قوما بجهالة. التجرد عن الهوى. قال فالأهوى تدفع، هذا طبعا الشرط الثاني من شروط المفسر، الأهوى تدفع أصحابها إلى نصرة مذهبهم، فيغررون الناس بلين الكلام ولحن البيان كدأب بعض الطوائف. ولذلك لابد أن تتجرد عن الهوى، الهوى سيصرفك عن معرفة الحق، سيجعلك تؤول ما لا يحتمل التأويل. من شروط المفسر أيضا أن يبدأ أولا بتفسير القرآن الكريم وفق القرآن، يفسر القرآن وفق القرآن، فما أجمل في القرآن سيأتي بيانه في موضع آخر كما ستأتي في الأمثلة. أن يبدأ أولا بتفسير القرآن بالقرآن كما ذكرنا سابقا، ثم يتدرج بعد ذلك، إن لم يجده في القرآن ينتقل إلى السنة، فإن لم يجد ذلك في السنة ينتقل إلى أقوال الصحابة، فإن لم يجد ينتقل إلى أقوال التابعين على أرجح الأقوال، مع أن البعض كما قلنا لا يعتمدون التابعين إلا إذا أجمع التابعين على قول من الأقوال فهذا يعد حجة. قال أن يبدأ أولا بتفسير القرآن بالقرآن، فما أجمل منه في موضع فإنه قد فصل في موضع آخر، يعني الله سبحانه وتعالى قال أحل لكم الطيبات إلا ما يتلى عليكم. ما هو الذي سيتلى علينا؟ سيأتي بيانه، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هكذا جاء بيانه في آية أخرى. قال أيضا الشرط الرابع من شروط المفسر أن يطلب التفسير من السنة، فإنها شارحة للقرآن واضحة له ولأحكامه. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني في السنة أيضا حجة مثل القرآن الكريم كونها وحي من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. خامسا، إذا لم يجد في السنة عليه أن يرجع إلى أقوال الصحابة، إذن هذا شرط من شروط المفسر، يرجع إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال عند نزوله، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح. يعني مهم جدا أن الطالب أو المفسر يرجع إلى أقوال الصحابة لأنهم عايشوا الوحي وعايشوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يشاهدون أماكن النزول وشاركوا في الغزوات، ولذلك هم حجة في هذا في التفسير. الشرط السادس، قال إذا لم يجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد وابن جبير وابن جابر وعكرمة وعطاء بن أبي رباح والبصري وسعيد بن المسيب وقتادة والضحاك وغيرهم من كبار التابعين، من كبار التابعين، ولهذا هؤلاء حتى لهم مساند في السنة، مسند سعيد بن المسيب وغيره، وكان يؤخذ عنهم لأنهم من كبار التابعين. سابعا، إذا لم يجد فعليه أن يتجه إلى اللغة العربية وفروع اللغة العربية، فالقرآن الكريم قرآن عربي، عربي غير ذي عوج، فإن القرآن نزل بلسان عربي على رسول عربي،
ويتوقف فهمه على شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتها. ماذا تدل هذه اللفظة، معنى هذه اللفظة ومدلولات هذه اللفظة بحسب الوضع، كما قال مجاهد: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب. النحو، المدلولات، التراكيب، التصريفات، عليه أن يتجه إلى هذه بالكامل. أحيانا الخطاب لماذا يأتي بالإفراد، وأحيانا لماذا يأتي بالجمع، وهكذا. ثامنا، العلم بأصول العلوم، هذا من الشروط، الشرط الثامن لمن أراد أن يفسر كلام الله سبحانه وتعالى. العلم بأصول العلوم، بأصول العلوم المتصلة بالقرآن كعلم القراءات، فهناك آيات وهناك قراءات تفسر بعضها بعضا، لأن به يعرف كيفية النطق بالقرآن. فلذلك يجب على من أراد أن يفسر القرآن الكريم أن يكون عالما بهذه الأشياء كعلم القراءات. علم التوحيد مهم جدا، حتى لا يؤول آية الكتاب تأويلا يتجاوز به الحق. علم الأصول لابد منه، ولذلك مثلا الشيعة الاثنى عشرية لا يعترفون بعلم الأصول لأسباب، لأنهم يستندون على كتاب الله والمرجع يقولون، ثم الإمام المعصوم، الإمام المعصوم هو الذي يفسر القرآن. قال: وأصول التفسير، لابد أن يعرف الأصول، الأصول والقواعد الخاصة بالتفسير، خاصة الأبواب التي لا يتضح المعنى بدونها، كالمحكم والمتشابه والعام والخاص إلى ما لا نهاية. إن شاء الله هذه سنأخذها خلال الأيام القادمة. أسباب النزول، لابد أن يتعرف على أسباب النزول والناسخ والمنسوخ. ولا يحق لأحد أن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتحدث في القرآن وهو لا يعرف الناسخ من المنسوخ. ولذلك حينما سئل الإمام علي، ذاك القاضي قال له: هل تعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت، ونحو ذلك. يعني إذن لابد من العلوم المتصلة والمتعلقة بالقرآن الكريم أن يكون هذا الذي يريد أن يفسر أن يكون على اطلاع بها. تاسعا، دقة الفهم التي تمكن المفسر من ترجيح معنى على آخر، أو استنباط معنى يتفق مع نصوص، يعني يكون لديه فهم عميق ودقيق أيضا. هذه بعض شروط المفسر. إذا يكون صحيح الاعتقاد، متجرد عن الهوى، أن يفسر القرآن بالقرآن، فإن لم يجد ذلك فبالسنة، فإن لم يجد بالسنة يتجه إلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم، فإن لم يجد ذلك سيرجع إلى أقوال كبار التابعين من المفسرين، فإن لم يجد ذلك يرجع إلى يكون عالما باللغة ومدلولاتها، فروعها، تراكيبها، تصريفاتها، يكون بالكامل. ثامنا، يكون عالما أو لديه علم بأصول العلوم المتصلة بالقرآن الكريم كعلم القراءات وأصول التفسير وقواعد التفسير وعلم التوحيد وهكذا. التاسع، أن يكون لديه دقة في الفهم التي تمكنه من ترجيح معنى على معنى آخر. آداب المفسر أيها السادة الكرام، فإذا وجدت هذه الشروط في مفسر من المفسرين أو في شخص أو في عالم، فهنالك آداب لهذا المفسر الذي يريد أن يفسر كلام الله. من هذه الشروط: أولا، حسن النية وصحة المقصد. إنما الأعمال بالنيات، لابد من حسن النية وصحة المقصد، لأن أنت الآن تقدم على أشرف العلوم وعلى تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. قال: فإنما الأعمال بالنيات، والعلوم الشرعية أولى بأن يكون هدف صاحبها منها الخير العام. تفسر القرآن تريد بذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. ثانيا، حسن الخلق، فالمفسر في موقف المؤدب، ولا تبلغ الآداب مبلغها في النفس إلا إذا كان المؤدب مثالا يحتذى به في الخلق والفضيلة، فأن يكون حسن الخلق أيضا هذا المفسر، وإلا لن يؤخذ عنه. إذا كان سيء الخلق بالتأكيد سيترك تفسيره، ويقال له: عليك أن تتأدب أولا أنت بأدب القرآن. ثالثا، الامتثال والعمل، فإن العلم يجد قبولا من العاملين أضعاف ما يجد من سمو معارفه ودقة مباحثه. وحسن السيرة تجعل المفسر قدوة حسنة،
لما يقرره من مسائل الدين، ولهذا الناس يستندون إليه، يقولون قال الطبري في كذا، وقال ابن الجوزي في كذا، وقال ابن فلان في كذا. لكن انظروا بعض التفاسير، بعض التفاسير هي قوية جدا، كتفسير مثلا سواء كان الكشاف للزمخشري أو غيره، والتفسير الاعتزال، لكن حينما كان يعني يسعى يعني يتعصب لمذهبه أو لرأيه، الناس بدأوا يعني يتركونه في بعض الجوانب كالجوانب العقدية. قال أيضا لما يقرره مسائل الدين، وكثيرا ما يصد الناس عن تلقي العلم من بحر زاخر في المعرفة سوء سلوكه وعدم تطبيقه، ولذلك الناس لا يأبهون لهذا الكتاب ولا يأخذون عنه. رابعا تحري الصدق والضبط في النقل، يعني أنت الآن مفسر، تفسر كلام الله سبحانه وتعالى، فإن كنت تنقل بعض الأقوال عليك أن يعني تسند الأقوال إلى قائلها والأحاديث إلى مصنفها، وإلا فأنت يعني لن يكون لك القبول. قال فلا يتكلم أو يكتب عن تثبت لما يرويه حتى يكون في مأمن من التصحيف واللحن، لا ينقل عن فلان قول حتى يتأكد وحتى يتبين ويتثبت. فذلك تحري الصدق والضبط في النقل مهم جدا. خامسا التواضع ولين الجانب، التواضع ولين الجانب. الصلف العلمي الكبر حاجز حصين يحول بين العالم والانتفاع بعلمه، وذلك سيتركونه. يعني من خلال موقف واحد إذا وجد الطالب أن هذا العالم فيه ذرة من الكبر سيتركه ويترك العلم الذي لديه. أيضا هذا مهم جدا يا طلاب العلم، لمن أراد أن يفسر أو يكون من علماء الشريعة عليه أن يكون عزيز النفس، عزة النفس مهمة. فمن حق العالم أن يترفع عن سفاسف الأمور ولا يغشى أعتاب الجاه والسلطان كالسائل المتكفف على الدوام يمدحهم حتى يعطونه لعاء من الدنيا. أنت عليك أن تحترم العلم، المكان الذي أنت فيها، ولذلك الملوك يأتون إلى أهل العلم في كل شيء. الناس يذهبون إلى الحكام وإلى الملوك وإلى الزعماء، لكن العلم هو الذي يرفع مكانتك ويجعل الحاكم يأتي إليه. العلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فلذلك لابد أن يكون لديك عزة في النفس ولا تدخل في الأمور يعني فيها شبهات، حاول أن تتجنب الشبهات وتنشغل بهذا العلم الذي أنت فيه وبشرفه. سابعا الجهر بالحق، فأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. عالم وهو يرائي الناس يعني يعني لا يؤمن بالحق الذي لديه ولا يقول كلمة الحق، ويرائي الحكام ويشهد معهم ويفتي لهم ويبيح لهم كل شيء، هذا ليس حقيقة، ليس بعالم، والناس لن يأخذوا عنه هذا العلم. ثامنا حسن السمت. أنت الآن حينما يقول عنك مفسر لكتاب الله تعالى، مفسر ما معنى مفسر لكتاب الله؟ قال الذي يكسب المفسر هيبة ووقارا، حتى شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقال عنه قال كان خلقه القرآن، حينما يمشي ويذهب كان حينما يمشي لا يلتفت إلى الخلف صلى الله عليه وسلم، متواضع، إذا سلم على أحد كان لا ينزع يده حتى ينزع الآخر يده، وهكذا لا يصرف بصره عنه حتى يصرف هو الأول. قال الذي يكسب المفسر هيبة ووقارا في مظهره العام وجلوسه ووقوفه ومشيته دون تكلف، فهذا أدب من أداب المفسرين، وهذا أيضا هو أدب من أداب طلاب العلم وعلماء الشريعة. ما إذا وجدت العالم يضحك ويسخر ويلعب، هذا في الحقيقة ليس عالم، تحسبه أستاذ، أستاذ أكاديمي، معلم، كيف ما كان. لكن من أراد أن يفسر كتاب الله سبحانه وتعالى فعليه أن يلتزم بهذه الصفات حتى يعطى هيبة ووقارا احتراما للكتاب الذي فسره. تاسعا الأناه والروية، الأناه الهدوء والروية، فلا يسرد الكلام سردا بل يفصله ويبين عن مخارج حروفه حينما يتحدث مع طلابه أو حينما يشرح هذا التفسير. عاشرا
تقديم من هو أولى منه، فلا يتصدى للتفسير بحضرتهم وهم أحياء. بعض الناس حقيقة هو قليل أدب حينما يعني أحيانا يكون العالم الذي درسه أو الأستاذ الذي علمه وربه وإلى ما لا نهاية، إذا كان موجود أصبح الطالب يريد أن يكون هو الأستاذ، لا، قال عليه أن يحترم من هو أولى منه وأعلم منه فيقدمه، تقديم من هو أولى منه. فهذا يدل على أن العلم الذي لديك أكسبك السكينة والوقار والاحترام. قال: فلا يتصدى للتفسير بحضرتهم وهم أحياء، ولا يغمطهم حقهم بعد الممات، بل يرشد إلى الأخذ عنهم وقراءة كتبهم. ولذلك انظروا كيف كان مثلا الشافعي أبو حنيفة. الشافعي مثلا كان عندما يذهب إلى المكان الذي يوجد فيه أحناف أو إلى قال: إني أستحي. قيل له: لماذا أنت تضم في هذا المكان وأنت عندك؟ قال: أستحي من هذا العالم الكبير أبو حنيفة، الناس عيال على أبي حنيفة. وذاك حينما يأتي إلى هناك يحترم الشافعي ويحترم الفكر الذي ذهب إليه. كل واحد يقدر الآخر. إنما العلم الخشية، وليس العلم أنك تجادل الناس وتمالي به السفهاء وتجادل به، لا، وحتى يقال عنك. قال: تقديم من هو أولى منه. هذا لابد في كل العلوم، ليس في علوم الشريعة فقط، لكن علم الشريعة من باب أولى. 11: حسن الإعداد وطريقة الأداء، كأن يبدأ بذكر سبب النزول، يبدأ بالآية سبب النزول قوله تعالى، ثم معاني المفردات، ثم شرح التراكيب وبيان وجوه البلاغة والإعراب الذي يتوقف عليه تحديد المعنى، ثم يبين المعنى العام ويصله بالحياة العامة التي يعيشها الناس في عصره، يعني يربط هذا التفسير بهذه الحياة، ثم يأتي إلى الاستنباط والأحكام وغيرها. هذه 11 هي تنطبق علينا في تفسير آية الأحكام. تفسير آية الأحكام هي تتعلق بهذا الجانب من أوله إلى آخره. إذن أيها السادة الكرام، ذكرنا أكملنا ما يتعلق بآداب المفسر. نشأة التفسير كيف نشأ؟ التفسير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تكفل الله تعالى أولا لرسوله صلى الله عليه وسلم بحفظه القرآن وأيضا بيانه للناس، فقال تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه، سنجمعه في صدرك وقرآنه. قال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فانظروا الآن، الناس كثير من الناس حتى لو لم يدرس أصول الشريعة ولا وليس له إلا علم بسيط باللغة العربية، يستطيع أن يفسر بعض القرآن، لديه البيان، يعني واضح لديه بعض الآيات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفهم القرآن جملة وتفصيلا، وكان عليه الصلاة والسلام يبينه لأصحابه، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكان الصحابة رضي الله عنهم يفهمون القرآن كذلك، لأن لغتهم العربية سليمة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا موجود بين أيديهم، قال: لأنه نزل بلغتهم، وإن كانوا لا يفهمون دقائق، هنالك دقائق لا يفهمونها. قال يقول ابن خلدون في مقدمته: إن القرآن نزل بلغة العرب وعلى أساليب بلاغتهم، فكانوا كلهم يفهمون ويعلمون معانيه في مفرداته وتراكيبه، ولكنهم مع هذا كانوا يتفاوتون في الفهم، فقد يغيب عن واحد منهم ما لا يغيب عن الآخر. عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر: وفاكهة وأبا، فقال: هذه الفاكهة، عرف ما هي الفاكهة، قال: فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر، لا يعرف ما معناها والمقصود بالأب. عن ابن عباس أيضا قال: كنت لا أدري ما معنى فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، حتى أتاني أعرابيان يتخاصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، يعني معناها أنا ابتدأتها. هذا من ابن عمر، ابن عباس يقول: فاطر السماوات والأرض، لا أدري ما معنى فاطر، يعني هل خالق، هل ماذا يقصد؟ قال: حتى جاء الأعرابي تخاصما فقال أحدهما عن البئر، قال: أنا فطرتها، يعني أنا الذي ابتدأتها. مصادر الصحابة أيها السادة الكرام في التفسير في ذلك العصر: كان الصحابة يعتمدون في تفسيرهم للقرآن الكريم بهذا العصر على القرآن الكريم، هذا مهم جدا تفهمون بعض الألفاظ. قال: فما كان مجملا في موضع
جاء مبينا في موضع آخر، تأتي الآية مطلقة أو عامة ثم ينزل ما يقيدها أو يخصصها، وهذا إن شاء الله سنأخذه في درس العام والخاص أو المطلق والمقيد والمفهوم والمنطوق، كل هذا سنأخذها خلال الأيام القادمة بإذن الله. قال: وهذا الذي يسمى بتفسير القرآن بالقرآن، ولهذا أمثلة كثيرة. فقصص القرآن مثلا جاء موجزا في بعض المواضع، وأيضا مسهبا في مواضع أخرى يعني مطولا. وقوله تعالى مثلا: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. الآية هنا مجملة، أين أتى بيان هذه الآية؟ بعدها: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فسرته آية حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية. أيضا كقوله تعالى هي مجملة: لا تدركه الأبصار، جاءت مفسرة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فسرتها. ثانيا: النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من مصادر التفسير، النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين للقرآن، وكان الصحابة يرجعون إليه إذا أشكل عليهم فهم آية من الآيات. عن ابن أبي مسعود قال: لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على الناس، فقالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين لما أجمل في كتاب الله سبحانه وتعالى وشرح ذلك. ثالثا: الفهم والاجتهاد، الفهم والاجتهاد. فلذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا لم يجدوا التفسير في كتاب الله تعالى ولم يجدوا شيئا في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهدوا في الفهم، فإنهم من خلص العرب، يعرفون العربية ويحسنون فهمها أيضا ويعرفون وجوه البلاغة. إذن هذا المصدر الثالث للصحابة رضوان الله عليهم، القرآن الكريم يرجعون إليه، يفسر بعضه بعضا، النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث: الفهم والاجتهاد. أشهر المفسرين في ذلك العصر من الصحابة رضوان الله عليهم، قال: اشتهر بالتفسير من الصحابة جماعة منهم الخلفاء الأربعة، كانوا كلهم يفسرون القرآن الكريم، وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير، هؤلاء كلهم كانوا العبادلة، وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، أبو موسى الأشعري، أنس بن مالك، عبد الله بن عمر، جابر بن عبد الله، عبد الله بن عمرو بن العاص، يعني العبادلة بالكامل: عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن الزبير، هؤلاء كلهم، عائشة رضي الله عنها. قال: كل هؤلاء على تفاوت فيما بينهم، يعني قلة وكثرة، في منهم المقل ومنهم المكثر. هنالك رواية منسوبة إلى هؤلاء وغيرهم في مواضع متعددة من تفسير القرآن بالمأثور، تتفاوت درجاتها من حيث السند صحة وضعفا. ولا شك أن تفسير المأثور عن الصحابة له قيمته، وذهب جمهور العلماء إلى أن تفسير الصحابي له حكم المرفوع يؤخذ إذا كان مما يرجع إلى أسباب النزول، فهم عايشوا التنزيل، وكل ما له ليس للرأي فيه مجال، أي شيء ليس فيه للرأي مجال فهم أيضا مرجع في ذلك. أما ما يكون للرأي فيه مجال يعني من اجتهادهم، قالوا فهو حكم الموقوف، موقوف على الصحابي ما دام لم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما الموقوف على الصحابي من التفسير فإن العلماء يوجبون الأخذ به أيضا، لأنهم أهل اللسان ولما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها ولما لهم أيضا من الفهم الصحيح. لم يدون شيء من التفسير في هذا العصر يعني ككتاب متكامل للقرآن الكريم في ذلك العصر، لم يدون،
لأن التدوين لم يكن إلا في القرن الثاني كما درسنا في أول محاضرة من محاضرة علوم القرآن، وكان التفسير فرعا من الحديث، ولهذا انظر إلى صحيح البخاري وصحيح مسلم في نهاية صحيح البخاري باب التفسير، ويبدأ يأتي بالآيات التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في صحيح مسلم. كانت إذن كان التفسير عبارة عن فرع من فروع الحديث، ولم يتخذ شكلا منظما، بل كانت هذه التفسيرات تروى منثورة في كثير من الأماكن داخل كتب الحديث، كما الشهر أيضا بعض أعلام الصحابة من التابعين، كما اشتهر أيضا بعض أعلام الصحابة بالتفسير، اشتهر بعض أعلام التابعين أيضا، كما أن هناك مجموعة من الصحابة كانوا مفسرين مشهورين ويختلفون فيما بينهم قلة وكثرة، فكذلك التابعين كانوا نفس الكلام، اشتهر بعض أعلام التابعين الذين أخذوا عنهم من تلاميذهم بالتفسير، كذلك معتمدين في مصادره على المصادر التي جاءت سابقا، إضافة إلى ما كان لهم من اجتهاد ونظر. قال الأستاذ محمد حسين الذهبي صاحب كتاب التفسير والمفسرون: وقد اعتمد هؤلاء المفسرون في فهمهم لكتاب الله تعالى على ما جاء في الكتاب نفسه، وعلى ما رووه عن الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ما رووه أيضا عن الصحابة رضوان الله عليهم من تفسيرهم أنفسهم، وعلى ما أخذوا من أهل الكتاب، كان في فترة من الفترة يأخذون أيضا حتى عن أهل الكتاب مما جاء في كتبهم، لكن ما يتوافق مع كتاب الله وسنة رسوله ككعب الأحبار وغيره، وعلى ما يفتح الله به عليهم من طرق الاجتهاد والنظر في كتاب الله. ثم قال: لقد اتسعت الفتوحات الإسلامية، وانتقل كثير من أعلام الصحابة إلى الأمصار المفتوحة، ولدى كل واحد منهم علم، وعلى يد كل هؤلاء تلقى تلاميذهم من التابعين علمهم وأخذوا عنهم، ونشأت مدارس متعددة في التفسير. مهم جدا تحفظون هذا، مدارس التفسير في ذلك العصر أو في ذلك العهد. المدرسة الأولى كانت تسمى مدرسة مكة، والثانية مدرسة المدينة، والثالثة مدرسة العراق بما فيها البصرة والكوفة، ثم بعد ذلك جاءت مدرسة الشام. قال: أولا عصر النبوة، عصر الصحابة، عصر التابعين. جاء بعد عصر التابعين فتحت ثلاث مدارس: مدرسة ابن عباس في مكة، وكان لديه مجموعة من التلاميذ، اشتهر من هؤلاء في هذه المدرسة من المفسرين سعيد بن جبير، مجاهد، عكرمة، عطاء بن أبي رباح، وطاوس بن كيسان. هؤلاء اشتهروا في مدرسة ابن عباس، مدرسة المدرسة المكية. ثم جاءت مدرسة أخرى، المدرسة الأخرى كانت في المدينة، كان يرأس هذه المدرسة أبي بن كعب، وله مجموعة من التلاميذ: زيد بن أسلم، أبو العالية، محمد بن كعب القرضي وغيره. هؤلاء تسمى مدرسة التفسير في المدينة. ثم جاءت مدرسة عبد الله بن مسعود في العراق، تسمى المدرسة مدرسة العراق أو المدرسة الكوفية أو المدرسة البصرية. قال: فهؤلاء علقمة بن قيس، كان من كبار المفسرين، ومسروق وقتادة والحسن البصري والأسود بن يزيد. فالآن حينما نقرأ نحن الآن في كتب التفسير بالتأكيد سنشاهد هذه الأدلة. يقول: قال سعد بن جبير، قال مجاهد، قال عكرمة، قال علقمة، قال مسروق، قال أبو العالية، قال محمد بن سعد محمد بن كعب القرضي، وهكذا. هذه تعد مدرسة التابعين تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. حكم تفسير التابعين، هذه مسألة مهمة أيها السادة الكرام. قال: اختلف العلماء فيما أثر عن التابعين من تفسير إذا لم يؤثر في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لم نجد يعني تفسير هذه الآية لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا في أقوال الصحابة، هل نأخذ عن هؤلاء التابعين الذين فسروا هذا واجتهدوا فيها أم لا؟ قال: أي يؤخذ بأقوالهم أم لا؟ ذهب جماعة إلى أنه لا يؤخذ بتفسيرهم، لأنهم لم يشاهدوا القرائن، يعني التنزيل أثناء التنزيل والأحوال التي نزل عليها القرآن، حتى أحيانا لما يقال مثلا نزلت هذه الآية في شأن كذا في فلان، يقول له الآخر من الصحابة: لا، نزلت في شأن كذا وكذا. قال: لا، فيجوز عليهم الخطأ في فهم القرآن، فلذلك قالوا: لا يؤخذ تفاسيرهم، يعني لا
لا يجب علينا الأخذ بها. قال ذهب أكثر المفسرين إلى أنه يؤخذ بتفسيرهم لأنهم تلقوه غالبا عن الصحابة. والذي يترجح أنه إذا أجمع التابعون على رأي، هذا شرط الترجيح، أنه إذا أجمع التابعون سعيد ومجاهد وابن جبير وفلان وفلان اجمعوا على رأي، قال إذا اجمعوا على رأي فإنه يجب علينا أن نأخذ به ولا نتعداه إلى غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، ثم يعني هم الذين يفهمون أكثر. قال وفي ظل التفسير، وقد ظل التفسير محتفظا في هذا العصر بطابع التلقي والرواية فقط، قال فلان قال فلان قال فلان حدثني فلان عن فلان، يعني رواية ونقل فقط لكن مكتوب لا. قال ولكن التابعين بعد أن كثر دخول أهل الكتاب في الإسلام، فهنا بدأت تكثر الإسرائيلية، أهل الكتاب ينقلون عن كتبهم وعن أحبارهم ورهبانهم، قال نقلوا عنهم في التفسير كثيرا من الإسرائيليات، كالذي يروى مثلا عن عبد الله بن سلام وكعب الأحبار ووهب بن منبه وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، هؤلاء كلهم كانوا يكثرون من نقل الإسرائيليات في كتب التفاسير، وهذا موجود مثلا في تفسير ابن كثير أو في غيره، كثير من الإسرائيليات في كثير من شذبها ونظمها حتى الآن وخرجها. قال كما بدأ الاختلاف فيما يروى عنهم من تفسير لكثرة أقوالهم، ومع هذا فإنها أقوال متقاربة أو مترادفة، فهو من باب اختلاف العبارة لاختلاف التباين والتضاد. متى بدأ عصر التدوين؟ قال بدأ التدوين في أواخر عهد بني أمية، أوائل عهد العباسيين، وحظي الحديث بالنصيب الأول في ذلك، البخاري مسلم الترمذي كل هؤلاء بدأوا في ذلك، وشمل تدوين الحديث أبوابا متنوعة، وكان التفسير بابا من هذه الأبواب، فلم يفرد له تأليف خاص به يفسر القرآن سورة سورة وآية آية من مبتدئه إلى منتهى. ثم قال اشتدت عناية جماعة برواية التفسير المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة أو إلى التابعين، مع عنايتهم أيضا بجمع الحديث. بداية عهد التدوين في القرن الثاني للهجرة، كما قلنا نهاية الدولة الأموية بداية الدولة العباسية، من أول من كتب في التفسير أيها السادة الكرام؟ هؤلاء هم يزيد ابن هارون السلمي بدأ يكتب، وكيع بن الجراح بن مليح، شعبة بن الحجاج هو محدث ومفسر أيضا، سفيان بن عيينة، هؤلاء كلهم بدأوا يدونون التفسير. قال تفاسيرهم كانت جامعة لأقوال الصحابة والتابعين لهم، ولم تكن تفسيرا للقرآن كله، وإنما لباب من أبوابه، كان بعضهم يأتي يفسر باب من أبواب التفسير هنا وهنا وهنا في الحديث وفي غيره. قال لكن أول من فسر القرآن الكريم تفسيرا كاملا هو محمد بن جرير الطبري في القرن الرابع الهجري. إذن محمد بن جرير أول مفسر يفسر القرآن الكريم كاملا. الأسبوع الماضي نحن أخذنا من أقسام التفسير وذكرنا فيه التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي، والتفسير بالرأي إلى كم، المأثور إلى كم ينقسم، والتفسير بالرأي إلى كم ينقسم، ما الذي يجوز في هذا وما الذي يجوز في هذا. اليوم سنأخذ أشهر الكتب المؤلفة في التفسير بالمأثور، وكذلك أشهر الكتب المؤلفة في التفسير بالرأي. أشهر الكتب المؤلفة في التفسير بالمأثور التفسير المنسوب إلى ابن عباس كالمقياس لابن عباس، هذا لكنه ليس كاملا للقرآن الكريم، ولا يوجد الآن إلا أجزاء بسيطة منه. تفسير ابن عيينة، تفسير ابن أبي حاتم، تفسير أبي الشيخ ابن حبان، تفسير ابن عطية، هذا موجود الآن كاملا بين أيدينا. تفسير ابن الليث السمرقندي الذي يسمى بحر العلوم، تفسير أبي إسحاق الذي يسمى الكشف والبيان عن تفسير القرآن، تفسير ابن جرير الطبري الذي جامع البيان في تفسير القرآن، تفسير ابن أبي شيبة، تفسير البغوي الذي يسمى معالم التنزيل،
تفسير ابن كثير الذي يسمى تفسير القرآن العظيم، تفسير الثعالبي الذي يسمى الجواهر الحسنة في تفسير القرآن، تفسير الشوكاني الذي يسمى فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية، تفسير جلال الدين السيوطي الذي يسمى الدر المنثور في التفسير بالمأثور. هذه تعد أشهر كتب التفسير بالمأثور، أتمنى أن تحفظونها جيدا أيها السادة الكرام. أشهر الكتب المؤلفة بالتفسير بالرأي هي مجموعة، يعني فسروا صاحب القرآن لكن كان يغلب على هذا التفسير الرأي. ولا كيف تصنف أنت الآن التفاسير؟ إذا وجدت التفسير أغلب ما فيه يتحدث عن الرواية، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن يعني القرآن بالقرآن أو القرآن بالسنة أو القرآن بأقوال الصحابة، هذا يسمى تفسير بالمأثور، غلب عليه. فإن غلب عليه ما يتعلق بالرأي فهذا يطلق عليه، يعني له الرأي والإجتهاد، يطلق عليه كتب التفسير بالرأي. فإن غلب عليه أنه يتحدث مثلا فيه إشارات كثيرة، هذا يسمى تفسير إشاري. فإن غلب عليه أحكام كثيرة داخل القرآن، الآن يطلق عليه بالتفسير الفقهي. فإن غلب عليه مثلا ما يتعلق باللغة، تراكيب إفرادات الإعراب إلى ما لا نهاية، يطلق عليه هذا تفسير لغوي. وهكذا وهكذا، هذه التصنيفات الآن الحديثة بالإضافة إلى التصنيفات القديمة. قال من أشهر كتب التفسير بالرأي مثلا تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم، تفسير أبي علي الجبائي، طبعا هذا الآن هو يصنفها بالمذمومة، يعني بعضها العلماء يأخذون عليها مآخذ كبيرة وبعضها يوافقون ما فيها، لكن الآن هو أعطاك كتب فسرت بالتفسير بالرأي، سواء كان هذا الرأي رأي محمود أو رأي مذموم. تفسير عبد الجبار، تفسير الزمخشري الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، تفسير الرازي مفاتح الغيب، تفسير ابن فرج، تفسير النسفي مدارك التنزيل وحقائق التأويل، تفسير الخازن يسمى لباب التأويل في معاني التنزيل، تفسير أبي حيان الذي يسمى البحر المحيط، تفسير البيضاوي الذي يسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تفسير الجلالين يسمى جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي، مع أنه كما قلنا جلال الدين السيوطي له تفسير آخر متعلق كتاب آخر. قال أيضا تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن، وهذا أيضا له تفسير آخر الدر المنثور. تفسير تفسير القرطبي، تفسير البيضاوي أنزل أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تفسير أبي السعود الذي يسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، طبعا هذا الأحناف يعتمدون عليه هنا خاصة في تركيا، يعتمدون على هذا الكتاب، وهذا الكتاب طبع هنا بأمر السلطان وكافأ المؤلف مكافأة عظيمة. تفسير الألوسي أيضا روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، هذا من الكتب التي تتحدث عن التفسير الإشاري. إذن واضحة، ذكرنا لكم أكثر من 25 مرجع فيما يتعلق بالتفسير بالرأي، التفسير المأثور والتفسير بالرأي. التعرف على بعض مثلا كتب التفسير، مثلا ابن جرير الطبري سنتحدث عنه بصورة موجزة، محمد رشيد رضا هذا تفسير الآن حديث تفسير المنار، الزمخشري، جوهري طنطاوي الجواهر في تفسير القرآن، عائشة بنت عبد الرحمن الذي يسمى التفسير الإشاري. يوجد تفسير من أحدار الطالبات بالنسبة لتفسير ابن كثير، تفسير مفصل ورائع ولكن نجد فيه روايات إسرائيليات. نعم هذا التفسير، نعم في تفسير ابن كثير فيه كثير من الإسرائيليات، كثير من الأحاديث الضعيفة وغيرها، لكن أظن مثلا في كثير الآن كتبوا في اختصر ومختصر ابن كثير، كان مثلا في اليمن كان في شيخ سلفي، السلفي الشيخ مقبل بن هادي الوادعي كتب عن فسر يعني شذب هذا الكتاب ونظمه في مختصر، خرج الأحاديث الضعيفة والموضوعة والإسرائيلية ويعني جعله مختصر جميل جدا. وهكذا هي كانت فترة من الفترات، الآن احنا عندنا ما يسمى كيف كان يفسر القرآن بالقرآن، فإن لم تجد في السنة، فإن لم تجد بأقوال الصحابة، فإن لم تجد في التابعين،
وفي مراجع أخرى سيأتي بيانها، مثلا أهل الكتاب روايتهم هل تعتمد أم لا؟ قول الصحابي وإلى ما لا نهاية. هذه نعم. ما هو أفضل كتاب تفسير تنصحنا به حضرتك يكون مفصل وصحيح بالكامل؟ صحيح بالكامل من أوله إلى آخره؟ لا، حتى اللحظة حقيقة في مجموعة تفاسير في كل جهة من الجهات. مثلا في هذه الأيام طبعا إن جئت للطبري فهو يعد من أهم المراجع لطالب العلم على الإطلاق، حتى لو كان فيه رواية ضعيفة موجودة لكن هو أفضل التفاسير على الإطلاق كونه مأثور بالكامل. لكن الآن مثلا بين أيدينا مثلا التحرير والتنوير لابن عاشور، تفسير جميل ومفيد جدا، أو مثلا تفسير زاد المسير كونه يجمع بين كثير من الرواية جميل ومفيد أيضا لطالب العلم. في الآن التفاسير الآن الموجودة المختصرة لطالب العلم المبتدئ مثل تفسير السعدي يبدأ به، تفسير الجزائري يعمل به أيضا، هذه تفاسير جميلة. لكن لا يوجد حقيقة تفسير ليس فيه يعني حديث ضعيف، لا لا ليس، أظن إلى الآن غير موجود، لأن بعض الناس في حتى في رواية الأحاديث الضعيفة لهم يستشهدون بها في بعض الأحيان. لكن اليوم عندنا تصانيف أخرى، ماذا سنقرأ في التفسير العلمي، ماذا سنقرأ في التفسير الاجتماعي، ماذا سنقرأ في التفسير اللغوي، ماذا سنقرأ في الزمخشري، لا يمكن نتركه مع أنهم يقولون عنه معتزلي وكل شيء، وش يقولون عنه، هو في الحقيقة أثبت هذا، لكن هذا كتاب مرجع يرجع إليه كل أهل التفسير واللغة والأصول، مرجع كبير. قالوا حتى بعضهم يعني قال لولا الشطحات الموجودة داخله عن الاعتزال أن هذا الكتاب من أفضل وأجل كتب التفسير في الدنيا، لا أحد يضاهي. وفي بعض التفاسير أيضا حينما ترجع إليه كان مفسر بكل ما تعني الكلمة، لكنه كان يضع فيه المعتقد الفاسد الذي أثرت عليه، أو مبالغات أو تأثر بالفلسفة وهكذا كما سيأتي بيانه الآن. الآن مثلا ابن جرير الطبري تفسير الجامع، انظروا ماذا يقولون عنه. محمد بن جرير بن يزيد الطبري أبو جعفر الطبري البغدادي أحد أئمة الدنيا، هم الطبرستان، قال علما ودينا إمام علم مجتهد عالم صاحب التصانيف البديعة المحدث الفقيه المقرئ المؤرخ، هكذا كتب عنه. المعروف المشهور ولد سنة 4 أو سنة 25 و200 225. يقول عن نفسه حفظت القرآن ولي 7 سنين، وصليت بالناس وأنا ابن 8 سنين، وكتبت الحديث وأنا ابن 9 سنين، ورأى لي أبي في المنام أني بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معي مخلاة مملوءة حجارة وأنا أرمي بين يدي، فقال المعبر إنه إن كبر نصح في دينه وذب عن شريعته، فحرص أبي على معونتي على طلب العلم وأنا حينئذ صبي صغير. بدأ كتابة الحديث ببلده طبرستان، منطقة الري وما جاورها، وأكثر من الشيوخ. توفي ابن جرير الطبري يوم السبت، ودفن يوم الأحد بالغداء في داره لأربع بقين من شوال سنة 1300، كان له من العمر يعني 86 عاما، في أيام الخليفة العباسي المقتدر بالله، واجتمع عليه من لا يحصيهم عددا إلا الله، يعني يصلون على قبره، وصلي على قبره عدة شهور ليلا ونهارا، ورثاه خلق كثير من أهل الدين والأدب. هذا من هو؟ هذا إمام الدنيا في حينها، ابن جرير الطبري، أول من فسر كتاب الله سبحانه وتعالى تفسيرا كاملا. جامع البيان، انظروا على اسم، ما أجمله وما أحسن هذا الاسم، جامع البيان عن تأويل آي القرآن المعروف بتفسير الطبري، هو أشهر مؤلفاته. وقد كان هذا التفسير إلى عهد قريب شبه مفقود، إلى أن وجدت في حيازة أمير حائل الأمير حمود بن الأمير عبد الرشيد من أمراء نجد نسخة كانت مخطوطة عنده كاملة، فتم بذلك طبعه، وهو أحسن تفسير ألف في التفسير المأثور النقلي. وهذا الحكم بإجماع العلماء المحققين. قال عنه الإمام النووي: أجمعت الأمة على أنه لم يصنف مثل تفسير الطبري. وقال شيخ الإسلام بن تيمية: وأما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير ابن جرير الطبري، فإنه يذكر مقالات السلف، فعلا يذكرها هكذا،
بالأسانيد الثابتة وليس فيه بدعة، ولا ينقل عن المتهمين. إذا وجد منه متهم في الرواية أو مطعون فيه في رواياته لا يأخذ عنه، كمقاتل البكير والكلبي. وقال عنه السيوطي: وكتابه أجل التفاسير وأعظمها، فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على بعض والإعراب والاستنباط، فهو يفوق بذلك تفاسير. ولعل تفسير، انظروا ماذا قال هنا، قال: ولعل تفسير الطبري في تفسير القرآن الكريم بمثابة صحيح البخاري في الحديث الشريف، فإن كانت الأمة تلقت صحيح البخاري بالقبول وهو في الحديث النبوي، فكذلك تلقت الأمة تفسير الطبري بالقبول وهو في تفسير القرآن، يدل عليه ثناء هؤلاء العلماء أمثال النووي وابن تيمية. وإنما يعرف الفضل لأهله أهله، الذي يعرف صاحب الفضل هم أهل الفضل. فلذلك ليس المقصود به أننا نأخذه مثل يوم أخذنا البخاري، لا، البخاري هو يتحدث عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تفسير قال، لكن هذا التفسير نال القبول عند المفسرين وعند الأمة مثلما نال البخاري يعني سمعته في 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 أقطار الأرض. منهج الطبري في تفسيره كان يتجنب، قال: تجنبه التفسير بمجرد الرأي، كان لا يفسر بالرأي، واعتماده في تفسيره على المأثور وعلى آراء الصحابة. حتى حينما يفسر الآية يقول: القول في قوله تعالى كذا، يقول: القول في تأويل، كان عنده فرق ما بين التأويل والتفسير، القول في تأويل قوله تعالى كذا، ويكثر من ذكر الأحاديث النبوية، يتبع طريقة الإسناد، حدثنا 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 في سلاسل الروايات، إلا أنه لا يتعقب عادة هذه الأسانيد بالصحة والضعف، كان يتركها لا يقول هذا صحيح هذا ضعيف. استعان كثيرا في تفسيره بعلم اللغة، كان يخوض في المسائل الكلامية ومناقشته للمعتزلة والقدرية وغيرها من الفرق الكلامية، ونصرته لأهل السنة في آرائهم. هذا التفسير الأول. طبعا أمثلة، سنأخذ أربعة أمثلة. تفسير محمد رشيد رضا الذي يسمى تفسير المنار، مجلة المنار، ويحسب محمد رشيد رضا من بعضهم يحسبه من المجددين، سواء كان جمال الدين الأفغاني أو محمد عبده أو محمد رشيد رضا، يعني حسبوهم في ذلك من المجددين، مع أن هنالك مآخذ تؤخذ على بعض التفسير بعض الآيات. هو محمد رشيد رضا بن السيد علي بن السيد علي ملة علي الخليفة أبو محمد شفيع وأبو عبد الله البغدادي الحسيني الأصل، محدث، مفسر، مؤرخ، أديب، سياسي، أحد رجالات الإصلاح، يسمونه التجديد، الإصلاح يعني قبل قرن من الزمان. ولد سنة 1865. قضى رشيد نحبه قبل أن يكمل تفسيره، فقد توقف عند قوله تعالى كما يذكر في سورة يوسف: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أكمل الأستاذ بهجة البيطار تلميذه تفسير سورة يوسف، وطبع تفسير هذه السورة بتمامها في كتاب مستقل يحمل اسم الشيخ رشيد رضا. منهج رشيد رضا في التفسير، عمدة التفسير عنده تفسير القرآن بالقرآن نفسه، ففي ذلك يقول: فعل مدقق أن يفسر القرآن بحسب المعاني التي كانت مستعملة في عصر نزوله، والأحسن أن يفهم اللفظ للقرآن من القرآن نفسه، بأن يجمع ما تكرر في مواضع منه وينظر فيه، يجمعها كأنه موضوعية الآيات ويفسرها، وربما استعمل بمعاني مختلفة كلفظ الهداية، يعني كان له مآخذ في هذا. ويقول في موضع آخر: لأن ما صح من المرفوع لا يقدم عليه شيء، ويليه ما صح من علماء الصحابة مما يتعلق بالمعاني أو عمل عصرهم، اعتماده في اللغة ومقاييسها في فهم القرآن، فيقول أن أكثر ما ذكر من وسائل فهم القرآن فنون العربية فلا بد منها والرجوع إليها. ويقول: ربما نشير أحيانا إلى الإعراب من غير التصريح بعبارة النحو الإصطلاحية كما نفعل في بعض نكت البلاغة أو قواعد الأصول، حتى لا تكون الإصطلاحات شاغلا للقارئ. بعد حياة حافلة بالنضال والكفاح حول الإصلاح في مجالات في مختلف الميادين، أتاه اليقين بغتة وهو يتلو كتاب الله تعالى في سنة 1935 في سيارة كان راجعا إلى القاهرة من السويس، حيث ودع الأمير سعود ابن عبد العزيز بعدما جاء من هنا.
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، هذا من أشهر الكتب في الدنيا لولا أن صاحبه كان يحمل الفكر الاعتزالي. قال هو أبو القاسم محمود بن محمد بن عمر بن محمد الزمخشري، الزمخشري مشهود الخوارزمي العلامة النحوي، كان نحوي ولغوي ومفسر كبير المعتزلة. قال ومفسر لكنه كان كبير المعتزلة، ولد سنة 467 هجرية بزمخشر من قرى خوارزم، كان رأسا في البلاغة والعربية. قال لكنه كان مجاهرا باعتزاله وداعيا إليه، له تصانيف كثيرة منها الكشاف، انظروا على كتاب ما أجمل اسم هذا الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل. قال وهو تفسير للقرآن الكريم أساس البلاغة الفائق في غريب الحديث، لكنه في الجانب اللغوي كشف عن جمال القرآن وسحر بلاغته لما له من إحاطة بعلوم البلاغة والبيان والأدب والنحو والتصريف. كان الزمخشري عالما عبقريا فذا في النحو واللغة والأدب والتفسير، وآراؤه في العربية يستشهد بها علماء اللغة لأصالتها ودقتها. قال الزمخشري معتزلي الاعتقاد حنفي المذهب، ألف كتاب الكشاف بما يدعم عقيدته ومذهب، واعتزاليات الزمخشري في تفسيره أمارة على حدقه ودهائه ومهارته، كان لابد أن يمشي قليل في التفسير لكنه يضع ما يتعلق بالاعتزال، فهو يأتي بالإشارة البعيدة ليضمنها معنى الآية في الانتصار للمعتزلة والرد على خصومهم، ولكنه في الجانب اللغوي كشف عن جمال القرآن وسحر بلاغته لما له من إحاطة بعلوم البلاغة والبيان والأدب والنحو والتصريف. الجواهر في تفسير القرآن للشيخ طنطاوي جوهري، كان الشيخ طنطاوي طبعا هذا منه أظن 32 مجلد، قال كان الشيخ طنطاوي جوهري مغرما بالعجائب الكونية، كان كل العلوم حواه في كتابه، يتحدث عن الروح ويتحدث عن الجيولوجيا ويتحدث عن الفلك ويتحدث عن الطب، أشياء عجيبة وغريبة. كان مدرسا بمدرسة العلوم في مصر يفسر آيات القرآن على طلبتها كما كان يكتب في بعض الصحف، ثم خرج بمؤلفه الجواهر في تفسير القرآن، وقد عنا في هذا التفسير عناية فائقة بالعلوم الكونية. طبعا اشتهر هذا الكتاب في شرق آسيا، في باكستان وأفغانستان وتلك الأماكن كانوا مغرمين جدا بهذا الكتاب، لكنه منع وحرم في السعودية حتى تحريم، ومن وجد في بيته يعني قالوا أنه كتاب علمي وليس كتاب للقرآن. قال عني هذا التفسير أن فائقة بالعلوم الكونية وعجائب الخلق، ويقرر في تفسيره أن في القرآن من آيات العلوم ما يربو عن 750 آية، يهب بالمسلمين أن يتأملوا في آيات القرآن التي ترشد إلى علوم الكون، يحثهم على العمل بما فيها ويفضلها على غيرها كآية الأحكام وغيرها. قال في الوقت الحاضر حتى على فرائض الدين، يقول تعلموا العلم لا بد ما تعلموا علوم الكون. قد أساء الشيخ طنطاوي رحمه الله بهذا إلى التفسير إساءة بالغة، من حيث ظن أنه أحسن صنعنا ولم يجد تفسيره قبولا لدى كثير من المثقفين لما فيه من تعسف في حمل الآيات على غير معناها، التأثر بالفلسفة. ولهذا مثلا كان من أنا عملت بحث في كتابه وهو يكتب عن، قال يمكن إذا كان هنالك حينما يفسر هذه الآية فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، قال لو اجتمع مجموعة من الأناس الصالحين وأخلصوا النية لله سبحانه وتعالى ودعوا الله سبحانه وتعالى قد يحيي الله لهم ميت من الأموات. وهكذا له فيما يتعلق بالروح أشياء غريبة وعجيبة، لكنه في الحقيقة كتاب يعني فيه علوم شتى. ولهذا وصف هذا التفسير بما وصف به تفسير الرازي، تفسير الرازي قالوا فيه كل شيء إلا التفسير، مع أنه تفسير لأنه كان يتشعب في علوم كثيرة، فقيل عنه في هذا الكتاب مع أنه 32 مجلد قالوا فيه كل شيء إلا التفسير. التفسير البياني هذا ما نختتم به، لعائشة بنت عبد الرحمن حتى لا يقول طلابنا الكرام أننا نتحدث عن الرجال ولا نتحدث على النساء، فكذلك المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض. التعريف بالمفسرة هي عائشة بنت عبد الرحمن المشهورة ببنت الشاطئ، لأنها كانت على الدوام تخرج وتتأمل القرآن الكريم وهي في الشاطئ، سميت ببنت الشاطئ.
من النساء المعاصرات التي أسهمنا بنصيبهن في الأدب العربي والفكر الاجتماعي. طبعا لم تفسر القرآن الكريم كاملا، لكن لديها بعض الأجزاء، وهذا يسمى التفسير البياني. تولت التدريس في كلية الأدب بالقاهرة في كلية التربية للبنات، تناولت في تدريسها تفسير بعض سور القرآن القصار، وطبع ذلك في التفسير البياني للقرآن. بنت الشاطئ تهتم في تفسيرها بالبيان العربي، وتذكر في المقدمة أنها اهتدت إلى هذه الطريقة لمعالجة مشكلاتنا في حياتنا الأدبية واللغوية. التفسير البياني محاولة لا بأس بها لتحقيق الأغراض التي تهدف إليها بنت الشاطئ، وهي تعتمد في ذلك على كتب التفسير التي لها عناية بوجوه البلاغة القرآنية، وتعبر تعبيرا أدبيا راقيا. أيها السادة الكرام، بهذا نكون قد أكملنا هذا الدرس المكمل للمقدمة السابقة في التفسير، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ولعلنا تأخرنا عن صلاة العصر. شكرا جزيلا.